يا صباح الخير وسعادة عليكم جميعا، يسعد صباحكم بكل الحب والهنا. يوم جديد وصباح جديد من صباح البلد، أكيد هنكون معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 10. النهاردة عندنا موضوعات كتيرة وفقرات كتيرة، لكن بالتأكيد الموضوع الأهم والموضوع اللي مؤثر على كل الناس من امبارح هو رحيل الفنان الكبير سمير غانم. الحقيقة يمكن الحزن امبارح كان في كل مكان، السوشيال ميديا، الفنانين، كل الناس امبارح كانوا الحقيقة حزنانين جدا على رحيل الفنان سمير غانم. صباح الفل يا جاد. صباح الخير. عشنا احنا التفاصيل كلها مع يعني بعض من امبارح، بنبعت لبعض. كنا مشحونين جدا امبارح لانه فقدنا قيمه كبيره جدا طبعاً. من مدرسه في الكوميديا وملك الكوميديا، يعني امبراطور البهجه والضحكه في مصر والوطن العربي. كل واحد فينا اكيد ليه ذكرى معاه من مشاهد الجميله اللي من طفولتنا كمان يا جيد، منذ الصغر يعني. سموره وفطوطه سموره تحس ان محدش هيقدر ينسى له اعماله الجميله. امبارح الناس يا جيد مش عارفه انت تابعت ولا لا، كل الناس كانت بتتكلم بتقول لك جزء من طفولتنا رحل معاه. هو مش هيرحل لان هو يمكن رحل بجسده، بس اعماله هتفضل محفوره جوانا، هي جزء من وجداننا وجزء مننا وجزء ربنا من يرحمه. طفولتنا وجزء من حياتنا. الفنان الكبير سمير غانم اعماله فعلا لحد دلوقتي كلنا بنفضل فاكرينها. هو كفايه بس ان هو يطل علينا كده، يعني بيطل ببهجه بابتسامه، هو بيقدر ان هو مدرسه فريده لوحده في حته لوحده خالص. هو فعلا في حته لوحده. وبعدين يعني عايزه اقول لكم على حاجه، انه على مدار تاريخ الفنان الكبير سمير غانم عمرنا ما سمعنا عنه اي مشكله. بيكتمل المشهد هنا على شاشه ثلاثي اضواء المسرح، الثلاثه بقى رحلوا كده للثلاثة، الضيف أحمد يعني وجورج سيدهم. والحقيقة أنه كمان كان في رثاء للفنان من الفنان سمير غانم للفنان ضيف أحمد امبارح، كانوا كل الناس كمان بيتكلموا عنه وبيشيروه، بيسترجعوا كده الذكريات. وإحنا كمان من امبارح بنسترجع الذكريات من امبارح، وإحنا عمالين نفتكر قد إيه هو كان إنسان تلقائي جدا. يعني هو مجرد ما بيطل علينا هو كوميديان وبيضحكنا من غير ما يبذل اي مجهود، هو بس وجوده كده بيعمل حاله من السعاده، بيعمل حاله من البهجه. عمرنا ما شفنا الحزن على وشه ولا سمعنا عنه حاجه، يعني ضغينه مشاكل مع زمايله في المجال، يعني كان انسان دايما خير ومحب غيره. ولعلمك يعني الفنانه دلال عبد العزيز، واحنا كمان بندعيلها يا رب ربنا يتم شفاها على خير، من الكلام اللي كانت بتقوله عن الفنان سمير غانم انه انسان بسيط جدا وانسان بشوش جدا، رغم انه كان في البيت انسان حزين جدا، لكن هو على الشاشه والمكان بيطل علينا كنا دايما بنشوفه ان انسان مبهج. واعتقد ان هو اثر فينا جدا جدا، رحيله اثر فينا. وبعدين يعني مين ينسى عبد السميع اللميع وسموره وفطوطه ومسعوده مسعودي، وجبتي من تحت الحوض يا لينا. يعني الكلمات والافيهات دي يا جماعه عايشه معانا لحد دلوقتي، احنا بنقولها لاولادنا، واعتقد ان هي هتفضل مكمله لاجيال واجيال. افيهاته دي عمرنا ابدا ما هننساها، لانه هو فعلا ملك الكوميديا، وهو فعلا في حته لوحده، وهو قدر ان هو يسيب بصمه كبيره جدا في قلوب كل الناس بكل الاعمار وكل الفئات اجتمعوا عليه. يعني انا اتمنى انه كل محبي الفنان الراحل سمير غانم ان هم يشاركونا من خلال صفحتنا، يكتبوا لنا، يدعوا له بالرحمه، يشاركونا كده المشاهد اللي كانت فعلا مهمه في حياتهم. خلونا نقول طبعا انه يعني بلا شك حاله الحزن وفاه الرحيل، وفاه الفنان الكبير سمير غانم، فجر موجات من الحزن على السوشيال ميديا. الكل كان حريص على نعيه، مسؤولين، فنانين، نجوم، مشاهير الرياضه والكوره، المواطنين في مصر وخارجها، الزعيم عادل امام يعني في رفيق الرحله والكفاح نعى سموره وقال له على صفحته: مع السلامه يا حبيبي، هتوحشني قوي. الدكتوره رانيا المشاط وزيره التعاون الدولي والدكتوره ايناس عبد الدايم حرصوا هم كمان على نعيه. النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب كتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بينعى الفنان الكبير الراحل قائلا: ننعى بمزيد من الأسى والحزن الفنان القدير سمير غانم الذي وافته المنية. لقد عاش الفنان الكبير ينشر السعادة والبسمة بين جميع المصريين، أحب فنه فأحبه الجميع لخفة ظله ونقاء روحه وسريرته،
حتى بات من أعظم من قدم فن الكوميديا في العالم العربي. لن ننسى للفنان الراحل أعماله الخالدة بين السينما والمسرح والتلفزيون، والتي شكلت جزءا هاما من تاريخ وهوية الفن المصري. وحتى فوازير رمضان التي تربى عليها جيل كامل من الصغار وتعلق بها الكبار، إن مسيرة سمير غانم ستظل علامة فارقة في تاريخ الفن المصري بما حملته من سماحة وأخلاق وعلاقات طيبة مع كل أبناء جيله من المبدعين، وأعمال فنية شاهدة على نجاحاته في كل العصور. وإننا إذ نعزي أنفسنا في وفاة الفنان الراحل سمير غانم، نتضرع إلى الله بالدعاء أن يمن على زوجته الفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء العاجل. خالص العزاء والمواساة لأسرة الفنان الراحل، الفنانة دلال عبد العزيز، والفنانة دنيا سمير غانم، والفنانة أمي سمير غانم، والإعلامي رامي رضوان، والفنان حسن الرداد، ولأسرة الفن المصري جمعاء، سائلين الله عز وجل أن يتغمد فقيدنا برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. عايز أقول لك يا جاد أنه كمان امبارح وإحنا بنتابع، أعتقد ما فيش فنان ما نزلش نعي للفنان الراحل طبعًا. سمير غانم، كل الفنانين بلا استثناء، ويمكن كمان شفنا امبارح فيديوهات من قدام المستشفى شايفين قد ايه فنانين كتير كانوا موجودين هناك. يعني احنا شفنا امبارح الفنانة شيماء سيف وزوجها وهم موجودين، شفنا كمان على السوشيال ميديا بوست للفنان عمرو دياب، الفنانة أنغام، أسقس، علي ربيع، محمد عبد الرحمن، أحمد العوضي، يعني شفنا كمية فنانين. الفنان طبعا الكبير عادل إمام كنت انت لسه بتتكلم، يمكن تخيل يا جاد انه اكتر بوست اثر فيا هو بوست الفنان عادل إمام، وهو يعني حتى صورة وهو باصص له وكأنه يعني قال له مع السلامة يا سمير، مع السلامة يا حبيبي، هتوحشني قوي. يمكن مش عارفة، انا اول ما شفت بوست الفنان عادل إمام انا يعني، وكمان الفنانة الكبيرة إسعاد يونس كمان يعني رفيق الدرب والرحلة والكفاح ومشوار طويل، كتبت له كمان كلام يعني مؤثر جدا. الفنانة كمان منى زكي، لا كل الناس امبارح كانت حزينة جدا جدا جدا، واحنا كمان بندعي من كل قلبنا الفنانة الكبيرة والجميلة وطيبة القلب الفنانة دلال عبد العزيز، ربنا يا رب يقومها بالسلامة لكل جمهورها ولكل محبينها والبناتها ان شاء الله، وربنا يصبرهم على فراق الفنان الكبير سمير غانم. دلوقتي خلونا مع بعض كده نسترجع الذكريات الحلوة، نفتكر كده أكتر وأشهر إفيهات للفنان سمير غانم في التقرير ده ونرجع نكمل. وداعا الفنان الراحل سمير غانم، ويا رب ندعي له بقدر كل ضحكة وبسمة دخلت بيوتنا، يعني أن الأوان إن احنا أكيد يعني نقوم بدورنا، هو على قد ما ضحكنا في دنيته إن احنا ندعي له في آخرته، وربنا يرحمه ويصبر أهله ويلهمهم الصبر والسلوان يا رب، اللهم امين يا جاد. وهو الحقيقه كان فلتت زمانه مش هيتعوض، لكن اعماله هتفضل في قلوبنا وهتفضل مستمره، هنفضل كل ما نسمع افيهات ونتفرج على اعماله ندعي له دعوه حلوه من قلبنا. اكيد طبعا على مدار مشواره الفني نجوم كبار وكتير اشتغلوا معاه، استمتعوا معاه في الكواليس، شافوه عن قربه على المستوى الانساني ازاي بيتعامل، كل الحاجات دي احنا عايزين نعرفها ونقرب منها. احنا الحقيقه صحينا الفنان الجميل جمال يوسف بدري النهارده لانه كان يعني شارك معاه في كذا عمل، علشان كده قلنا نقرب اكتر من الفنان سمير غانم بالمكالمه دي. صباح الفل يا جمال. صباح الخير يا لميس، صباح الخير عليكي وعلى جمهور صدى البلد. صباح الخير جمال، انت اشتغلت مع الفنان الكبير سمير غانم؟ ايوه اشتغلت معاه كذا عمل، كان اخرهم زوجه مفروسه. احكي لنا كده الكواليس عامله ازاي مع الفنان سمير غانم على المستوى الانساني، في التعامل في الشغل بيتعامل ازاي، نظامه ايه في الشغل في المواعيد في كل الحاجات دي، احكي لنا. وخف دمه كمان في الكواليس عامله ازاي؟ الله يرحمه ويحسن اليه، انا بعزي نفسي وبعزي الامه الاسلاميه والعربيه كلها وفاه الفنان الكبير سمير غانم، احزن الناس كلها والله العظيم.
أحزن الصغير قبل الكبير، جمهوره من الأطفال لغاية الشيوخ، كل الناس تحبه، كل الناس والله. لو تشوفي يعني الناس كانت حالتها عاملة إزاي امبارح، الله يرحمه ويحسن إليه. أستاذ سمير، أنا كنت بروح مثلا البلاتو ألاقيه قاعد هناك، أي حد حتى لو ساعي اللي في البلاتو أو كده ممكن يخش يهرج معاه ويضحك معاه، وكان إنسان طيب، محب الممثلين، محب للحياة، ما كانش عنده أي مشاكل مع أي حد، كان متسامح، وتلاقيه قاعد ساكت، تخش يقعد يضحك ويضحك طوب الأرض. طوب الارض يقدر يضحكوا. الله الله يرحمه ويحسن اليه. جمال، يعني من خلال شغلك مع الفنان الراحل سمير غانم، ايه اكتر حاجه واضحه كده في شخصيه الفنان الراحل سمير غانم، يعني كانت واضحه قوي وخدت بالك منها؟ طيب قوي. طيب ومتسامح مع نفسه. يعني مع، وبعدين انت بتخش المشهد معاه ما انتش عارف هو هيعمل ايه، وما عندوش مانع، وبيساعد الممثلين اللي قدامه. يعني مش زي بقيت، يعني مش زي معظم النجوم، لا ما تقولش كذا، لا مش عارف ايه، لا 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 لا، قول يا حبيبي اللي انت، هو هيرد عليك. انت تقصد يا جمال بانه مش عارف هيعمل ايه، انه تلقائي؟ تلقائي. انت مش عارف، مش متلقى. لا انا مش قصدي طبعا ان هو مش، او عارف لا طبعا، أنا طبعا انا عارفه، انا اقصد انه لا، ما احنا دي عايزين نعرفها، دايما في عنصر المفاجاه ان هو عنده الابتكار والارتجال، الموهبه الفذه اللي عنده. لا لا، حاله لوحدها، حاله فنيه لوحدها. يعني انت شوف كل الاجيال بتحبه، الاطفال الصغيرين بيحبوه، الكبار بتحبه. طب على المستوى الشخصي، يعني استفدت، اتعلمت من الفنان الراحل سمير غانم ايه بالظبط؟ اتعلمت منه ايه؟ كنت مرة بتكلم معاه زمان، بقول له يا أستاذ، احنا طبعا كنت مبسوط ان انا مرة واحدة اقف قدام سمورة وفطوطة والحاجات العظيمة اللي هو عملها دي. قال لي ركز دايما شغلك، ما تركزش في اي حاجة تانية. قال لي الفنان ده عامل زي، اعتبره عامل زي الخيل. لو ماشي في السباق، بيجري في السباق، طول ما هو بيجري وباصص قدامه هينجح ويبقى كويس، بص جنبه هيقع ويتكعبل. هو كان بيعمل كده فعلا. والله 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 بجد، انسان اطيب 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 خلق الله، طيب فعلا، طيب ومتسامح. لما انا تعبت انا ما كنتش متوقع ان هو يكلمني هو مدام دلال. انا فاكره كنت قلت لنا على مكالمه الفنانه دلال عبد العزيز، وكلمتك هي برضو، كلمتك تقريبا وكلمتني وسالت عليا كذا مره، وسالت مراتي و... لا لا، انا حتى دلوقتي مش عارف اوصل لها، يعني مش عارف اكلمها ولا اوصلها ازاي. ولا ادعي لها والله. ادعي لها والله، ربنا يشفيها ويعافيها ويرحم الاستاذ سمير يا رب. يعني ناس طيبين قوي 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 قوي، والاستاذ سمير ده يعني مش هيتعوض تاني. لا يعني مش هيتعوض. فلتت زمان وحاله خاصه جدا. احنا لسه فاكرين الحاجات بتاعته لغايه دلوقتي. طبعا كلنا الفئات بتاعته كلها ما ننساهاش. ده اول مره ممثله تتسمى يعني الفاميلي نيم بتاعها صرصار منه. يعني حد يعرف النهارده شيرين غير شيرين صرصار؟ سوري صار. سوري صار. ده حد يعرف كده؟ هو احنا اصلا ما بنقولش عليه دلوقتي غير كده. انت ما تعرفيش ما تعرفيش شيرين دي اسمها ايه؟ الاسم التاني من اسمها ايه؟ هي لينا. لينا. هي لينا، هتفضل لينا. ما تعرفش. حفظها لنا. وكتموت وفطوطه ده يعني ايه ده؟ تخيلي انت فوازير تيجي، هو طبعا كان عمل فوازير قبل كده، ثلاثي اضواء المسرح كانوا عملوها قبل كده مع المخرج احمد سالم. طبعا. ويرجع تاني بعد شريهان، يعني ينفع ان هو يجي بعد شريهان بقى؟ طب دي واحده ست بتعمل استعراضات، ويجي ويخلي الناس كلها من قبلهم الاطفال يتعلقوا بيه جدا. اهلا سموره لا 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 لا، الله يرحمه، مش هيتعوض، مش هيتعوض. الله يرحمه يا جمال. وزي ما احنا بنقول، هو كان فلتت زمانه، ملك الكوميديا بلا منازع، وكان الكوميديا بتاعته بتطلع منه بمنتهى التلقائية ومن غير اي مجهود. وانا سعيدة كمان انك قلت لي انه اخر ذكرى ليك معاه انه كان سائل عليك في مرضك،
علشان كده انت النهارده بتفتكره بدعوه حلوه من قلبك. الله يرحمه والله يديك الصحه ودايما متوفق وناجح كده. بنشكر الفنان الكبير والجميل وطيب القلب جمال يوسف. شكرا شكرا على مداخلتك. شكرا على مداخلتك. شكرا. طيب احنا عندنا دلوقتي يعني تغطيه كده من امام المستشفى اللي متواجد فيها جثمان الفنان الراحل سمير غانم مع مراسلنا الاستاذ عاصم الشندويلي. فهننتقل ونتابع معاه كده. عاصم يعني صباح الخير. صباح الخير في الاول والبقاء لله. احنا يعني يبدو بس انه في مشكله في الصوت. صوره بس في مشكله موجودة؟ في الصوت. هنرجع اكيد نتابع مع زميلنا عاصم الشندويلي المتواجد دلوقتي امام المستشفى اللي فيها جثمان الراحل الفنان سمير غانم. احنا عايزين نعرف ايه الاجواء هناك. طبعا اكيد الفنانين من امبارح بيتوافدوا على المستشفى علشان يواسوا. هنحاول ننقل لحضراتكم الصوره. عارفه يعني يا لميس المفارقه انه دايما شوف انت بتقولي يعني دايما كان سبب الضحكه والبسمه الا انه كان دايما عاده بنشوفه لابس اسود. يعني دايما لو بصيتي او هتلاقي لابس غامق. فدي من المفارقات يعني انه ملك الكوميديا دايما بيلبس غامق وكان يعني في مفارقه سبحان الله. تعالى نرجع لزميلنا عاصم الشندويلي من امام المستشفى. صباح الخير يا عاصم. ووصف لنا كده الاجواء عندك. اكيد من امبارح الفنانين بيتوافدوا. مين من الفنانين جم لو كنت عرفت هناك الاخبار؟ طبعا كلهم جايين يواسوا الفنانه دنيا والفنانه ايمي سمير غانم. احكي لنا كده الاجواء عندك ايه يا عاصم. صباح الخير لميس. صباح الخير محمد. في البداية خالص العزاء لأسرة الراحل والجمهور والحبيب في ربوع الوطن العربي الراحل النجم الكبير سمير غانم نجم الكوميديا راسم الضحكة والبهجة والسعادة في قلوب الملايين. نجم سمير غانم وفاته المنية أمس كما يعلم الجميع عن عمر يناهز 84 عام. نجم سمير غانم قدم المئات من الأعمال السينمائية وأيضا المسرح والدراما. لمس قلوب ملايين المحبين والعاشقين له في ربوع الوطن العربي. يمكن منذ الأمس توافد هنا على مستشفى الصفا الكاهنة بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة الكثير من الفنانين لمواساة يعني أهل الراحل سمير غانم وأيضا الوقوف على إجراءات الدفن وتخليص إجراءات الوفاة. أيضا النهاردة وصلنا تحديدا منذ نصف ساعة وتجرى الآن أو بعد قليل تحديدا ستجرى إجراءات الغسل لنقل جثمان الراحل سمير غانم إلى مسجد المشير طنطاوي لصلاة الجنازة وسط حضور الكثير من المحبين والعاشقين له وأيضا زمايله الفنانين. وبعد ذلك سوف تقتصر فقط إجراءات العزاء على مقابر الأسرة في منطقة مدينة نصر. زي ما قلنا يمكن للساعات الأولى من الصباح تواجد الكثير من الأصدقاء والأسرة وأيضا العاشقين للراحل الفنان سمير غانم هنا بالمستشفى حتى الساعات الأولى من صباح أمس. ويمكن رحلوا يعني حتى يأتوا اليوم النهاردة إن شاء الله. يمكن من المنتظر بعد قليل يأتي الكثير من الفنانين أيضا وأسرة الراحل لحمل جثمانه لأداء مراسم الجنازة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. إجراءات الغسل تتخذ من ساعة لساعة ونصف من الآن وتحديدا الجثمان يتحرك هنا من أمام المستشفى في تقريبا الساعة 9:30 أو 10:00 صباحا لنقل إن شاء الله لمسجد المشير طنطاوي بإذن الله يا عاصم. وانت هناك يا عاصم هل سمعت مين الفنانين اللي كانوا متواجدين؟ هل اطمنت على حالة الفنانة دلال عبد العزيز وعرفت هي وضعها دلوقتي الصحي ايه؟ طبعا الفنانة دلال عبد العزيز موجودة بمستشفى آخر ويمكن أكدت العديد من المصادر حتى هذه اللحظة لم يخطروا الفنانة دلال عبد العزيز بوفاة الراحل سمير غانم. ده حسب المصادر المؤكدة والمقربة لأسرة الراحل سمير غانم نظرا لحالتها الصحية الحرجة كما أكد بعض الأطباء بالمستشفى القاطنة بها.
واعتقد يعني الاجراءات المتعلقه بالغسل ومراسم العزاء والجنازه تقتصر فقط على ابنتيه ايمي ودنيا سمير غانم وايضا زوجهما والكثير من الاصدقاء والفنانين والعاشقين للفنان سمير غانم. من الامس من الفنانين اللي حضروا كانت الفنانه سمير غانم الفنانه وفاء عامر وايضا الكثير من المنتجين والفنانين الاخرين حتى لا ننسى احد، حرصوا على التواجد هنا لالقاء النظره الاخيره على المرحوم او مواساه اسرته بشكل كبير جدا حتى يتثنى لهم تخليص اجراءات الوفاه، وتم يعني اعتقد الانتهاء منها بالامس، والنهارده ان شاء الله تجرى فقط مراسم المتعلقه بتغسيل الجثمان ونقله لمسجد المشير طنطاوي ان شاء الله لاداء صلاه الجنازه عقب ظهر الجمعه اليوم، ثم بعد ذلك يحمل الجثمان لدفنه بمقابر الاسره في مدينه نصر ويقتصر العزاء فقط على المقابر بمشيئه الله تعالى. مرة أخرى خالص العزاء لأسرة الراحل وعشاقه ومحبيه في ربوع الوطن العربي. رحم الله الراحل الفقيد، نتمنى ربنا نتغمده بواسع رحمته ونسكنه فسيح جناته، الفنان الراحل سمير غانم الذي رسم البهجة والسعادة على قلوب ملايين محبيه وعاشقه في الوطن العربي. أشكرك جدا زميلنا ومراسلنا عاصم الشندويلي من أمام المستشفى التي يتواجد فيها جثمان الفنان الراحل سمير غانم، شكرا جزيلا لك. ولو في جديد نتابع مع عاصم. شكرا يا عاصم على تواجدك معانا. ودلوقتي خلونا ناخد مداخله تانية من الناقد الفني الاستاذ محمد حبوشه اللي موجود معانا على التليفون دلوقتي. صباح الفل. عصير، اهلا وسهلا. بنصبح على حضرتك والبقاء لله. ولو اتكلمنا عن سمير غانم، طبعا تاريخ طويل وتلقائية وفن كبير وملك الكوميديا، فنان ما يتعوضش، تقول ايه حضرتك عن الفنان الراحل سمير غانم؟ الفنان الكبير الراحل سمير غانم رحمة الله عليه كان يعني انا بعتبر ان هو اخر سلاطين للارتجال في الكوميديا في مصر، لانه كان ملك الافيه وكان صانع سخرية لاذعة يعني بتنفجر من قلب التراجيديا الإنسانية بطاقة هائلة من الضحك اللي بيشرح القلب وبيبعت على البهجة والسرور يعني. ويعني ولحسن الحظ إن هو كمان يعني يبدو أن القدر لعب لعبته بأنه يعني لم يغادرنا في نهاية رمضان اللي أمتعنا فيه من خلال مجموعة من الإعلانات، ولا حتى في العيد ينكد علينا، ولكن اختار له وقتا فيه نوع من التحدي والتصدي لفيروس كورونا اللي اصابه في مقتل. وفي نفس الوقت كمان ونحن بنودع الاحزان مع شهداء غزه في الاراضي المحتله. الفنان الراحل الكبير سمير غانم كان عنده روح محبه للضحك وبرع في تجسيد الشخصيات الكوميديه اللي اصبحت علامات بارزه في المسرح والسينما والتلفزيون من خلال أعمال ستظل راسخة أبد الدهر داخل الذاكرة المصرية. بعتقد بأنه يعني أنه أدرك من بداية حياته أن الكوميديا لها دور كبير جدا في صميم حياتنا الاجتماعية والنفسية، فاتجه إلى الكوميديا بشكل رئيسي، وأصبحت أسلوب حياة وموقف وتكثيف لشخصيات كثيره جدا. بعتقد بانه يعني انه ادرك فلسفه الاتجاه منذ البدايه، وانها نوع من التسليه المجانيه للعقل بتريحنا من سلسله الافكار الروتينيه، بتخفف من استبدادها بينا باشياء كثيره جدا. انا بعتقد انه ادركها هذا الرجل، وبالتالي أصبح كوميديان من طراز رفيع. يعني نادرا لما تلاقي صورة لسمير غانم ليس فيها مبتسم. يعني بص في أي صورة، أي صورة في أي مكان، في أي فيديو، في جريدة، في على صفحات مجلة، تلاقيها في مسرحية، في مسلسل، في حتى في الإذاعة لا تجده بشوشا إلا بشوشا أو مبتسما دائما. ناقدنا الفني الاستاذ محمد حبوش، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مداخلتك، ويعني دايما كده نترحم على
عظمائنا من الفنانين، الفنان الراحل سمير غانم، نقول له البقاء له ويصبر اهله مره ثانيه، وندعي لهم دايما كده كلهم بالرحمه كل الفنانين. وسمير غانم يعني يظل كده علامه فارقة في تاريخ الفن المصري. والأفضل والأحلى كمان إنه كل الناس لما بتفتكر سمير غانم تقول لك بيضحكني، وكان البهجة بتبقى موجودة طول ما هو موجود، وأول ما يظهر بنبتسم. فشوف هنفضل طول عمرنا فاكرينه بإيه، ملهوش أي حاجة تزعل عند أي حد. فالله يرحمه بقدر طيبة قلبه، وبسمة اللي رسمها على وشوش كل محبينه من الصغير للكبير. صحيح. نكمل حلقتنا النهاردة، وعندنا أكيد فقرات كتيرة النهاردة. صحيح. يا جاد، ومتنوعة. النهاردة كالعادة يوم الجمعة، وده معادنا وفقرتنا الدينية الأسبوعية. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو بر الوالدين. وأعتقد أن احنا كلنا عايشين ببركتهم وعايشين بدعواتهم، علشان كده احنا خصصنا الفقرة دي النهاردة علشان نتكلم بالتفصيل ازاي نتعامل مع أهالينا وازاي نبرهم. كل ده هيكون من خلال لقائنا بالشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف. عندنا أكيد فقرة تانية يا محمد. هنتكلم عندنا برضو موضوعات كده لطيفة زي الأطفال بقى أو الشباب، وهم داخلين على الأجازة وخلاص نهاية السنة، هيبقى محتاجين إن احنا نشغل وقتهم بطرق مختلفة. فخلينا نقول إن احنا هيبقى يعني عندنا فرصة إن احنا نقدم بعض النصائح إزاي إن احنا نملى يعني وقت الفراغ ده بحيث ان يبقى فيه ايجابيه. اجازه بقى وعايزينهم يعني ازاي يستفيدوا منها، خصوصا ان هم قاعدين في البيت عشان كورونا والكلام ده. بالظبط، يعني محتاجين ان احنا السلوكيات، ويبقى كده في رياضه، يبقى في كده يعني انشطه مختلفه، بحيث ان يعني نستغل الفتره دي، فتره الاجازه، بافضل طريقه. وهيكون موجود معانا النهارده الدكتور نور اسامه، استشاري تعديل السلوك، علشان يدينا بعض النصايح، تبقى فخر ان شاء الله مفيده لينا ان شاء الله كلها. مفيده كمان النهارده اجازه، واكيد الاهالي قاعدين في البيت وصاحيين من بدري باطفالهم، بقى نديهم كده فقره مهمه يتابعوها معانا. دلوقتي بقى خلونا نبدا يومنا ونعرف درجات الحراره ايه. كل اللي بيبتدي يومه اكيد عايز يطمن، ينزل مشاويره وينزل شغله عايز يعرف درجات الحراره. تعالوا نشوف مع بعض حاله الطقس ونرجع تاني. بعد ما اتعرفنا على درجات الحرارة المتوقعة، خلينا نروح نشوف كده أسعار الذهب والعملات وتابعونا. سبع نصائح لقيادة. سابعا، ضرورة الالتزام بالقواعد الأساسية للقيادة الآمنة كربط حزام الأمان وعدم استخدام التليفون المحمول والتأكد من سلامة الإطارات.
يعني كل يوم بنحاول ان احنا يبقى عندنا نصيحة مهمة ويا رب نتبعها لانه اكيد بيبقى ليها يعني فايدة. كلنا بنحاول ان احنا نطبق النصايح اللي بناخدها كل يوم كده نستفيد مفيدة. أكيد. طيب بعد النصايح بيبقى عندنا دايما كده فقرة ثابتة بنحاول ان احنا نشوف مكان جديد. يعني السياح وعشاء السحر والجمال بيحبوا يجوا مصر علشان اماكن يروحوا يشوفوها يملوا بيها عينيهم. عندنا مكان جديد النهارده هنستعرضه مع حضراتكم هو جامع عمرو بن العاص. عمرو بن العاص الجامع العتيق اتبنى في نفس المكان اللي قام عمرو بن العاص بنصب خيمته فيه. أهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي جه معادنا مع الجولة في الصحافة ومجموعة من الأخبار والتقارير المتنوعة من الصحف والمواقع المحلية والعالمية، واللي يعني خلونا نقول هنبدأها بالاتصال اللي تلقاه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح. أول اتصال تلقاه السيد الرئيس من الرئيس الأمريكي جو بايدن بيثني على الجهود المصرية اللي أدت إلى وقف إطلاق النار زي ما حضراتكم متابعين خلال الساعات الأخيرة، واللي استعرضوا موقعنا الإخباري صدى البلد تحت عنوان خلال اتصال هاتفي الرئيس الأمريكي يثمن جهود السيسي في حل القضية الفلسطينية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى الاتصال فجر أمس، اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنه الاتصال يعني تناول التباحث وتبادل الرؤى من أجل وقف العنف والتصعيد في الأراضي الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة. وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن بالغ تقديره وتثمينه لجهود الرئيس الحثيثة مع جميع أطراف القضية، ومن ناحيته أكد الرئيس السيسي أهمية تكاتف جميع الجهود لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية، وشدد سيادته على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وأنه يعني تخفيف ووقف أي تصعيد، وأنه بهذا الصدد يعني لابد من الوصول لحلول جذرية وشاملة للقضية الفلسطينية. وطبعا يعني في إزاء الجهود الكبيرة اللي لعبتها مصر والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الأوضاع الأخيرة واللي كللت بفضل الله بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بدون شروط زي ما قلت لحضراتكم، قالت سكاي نيوز عربية برعاية مصرية إسرائيل وحماس توافقان على وقف إطلاق النار. ومن هنا أعلنت كل من إسرائيل وحركة حماس ليل الخميس الموافقة على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة اعتبارا من الساعة 2 من صباح الجمعة. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه إسرائيل وافقت على المقترح المصري لوقف إطلاق النار من الطرفين ومن غير أي شروط. طيب احنا عايزين نعلق على المشهد، وبالتالي احنا موجود معانا سعادة السفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير صباح الخير وأهلا بحضرتك على صباح البلد. أهلا بيك. أهلا بيك. طبعا يعني حابين ان احنا يعني ناخد من حضرتك قراءة للمشهد بعد الاتصال. اول اتصال هاتفي يتلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من الرئيس الامريكي جو بايدن بيثني على دور مصر المحوري والاقليمي في يعني وقف اطلاق النار. هو اولا الموقف المصري يعني كان ناجحا بشكل كبير جدا في هذه الازمة وهذه المأساة، لانه له علاقة، مصر لها علاقة بالطرفين، وبتقدم افكار مرتكزه على خبره تاريخيه، مش بس يعني ناس جايين اول كده، لا ده على مدى التاريخ مصر لها علاقه قويه جدا بالفلسطينيين وبالقضيه الفلسطينيه وبغزه بالذات، وبتقدم وسائل التنفيذ لو حصل لما يحصل وقت اطلاق النار وهدنه وما اليه، باعتبار ان مصر هي المظله الوحيده لغزه، مصر هي الجار القريب لغزه والتي على مدى القرون كانت لها علاقه متصله بها. بالإضافة لهذا لا تقدم أفكار جزئية، وإنما بتقدم مسارا للتحرك نحو السلام، مش بس بنتكلم على وقف إطلاق النار بل أيضا بنتكلم على ما هو المستقبل. هذه الأزمة المأساة خلقت أزمة حقيقية في أمريكا، ولذلك الرئيس جو بايدن الذي كانت إدارته لم تكن تضع القضية الفلسطينية أساسا في الرادار بتاعها ولا على الأجندة، واجهت لأول مرة انقسام حاد في الإدارة وفي الكونغرس،
ولان المأساة الإنسانية التي يعني خلقتها إسرائيل فرضت نفسها على الرأي العام الأمريكي، وبالتالي كان من الممكن لا يمكن للإدارة الأمريكية أن تتحرك بعيدا، وإنما يجب أن ترى لها دورا فيها، ولم يكن لها دور. وبالتالي الدور الوحيد الذي نجح في تحقيق وقف إطلاق النار هو الدور المصري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبقيام الدبلوماسية المصرية والأجهزة المصرية بهذا الدور. بالإضافة إلى هذا، مش بس الموقف الأمريكي كان صعبا جدا، الموقف الإسرائيلي نفسه صعب جدا، لأنه إسرائيل ليس لديها استراتيجية للمواجهة، مرحلة بالغة الصعوبة، ليس لديها معنى لكلمة انتصار. ماذا يعني انتصار؟ هي بتواجه الشعب، وبالتالي مواجهة الشعب ده ليس فيه انتصار، إنما فيه مجازر وفيه بشكل حقيقية إنسانية لا يمكن لإسرائيل أن يعني تعيش بهذا الشكل. بالإضافة لأن ديناميكية الصراعات داخل إسرائيل ورئيس الوزراء المنتهي في ولاياته بنيامين نتنياهو وإيديه، كل هذا خلق لدى إسرائيل موقف يعني صعب جدا. تدخل مصر جاء بحل هذه المشاكل وحرك الأمور إلى مسار إيجابي ورؤية مصرية ستكون أساسا للتحرك المستقبلي. سعادة السفير، يعني هل الموقف المصري، المقترح المصري هيفتح مجالات جديدة، مساحات جديدة، خلينا نقول دبلوماسية وخارجية أو على مستويات مختلفة ما بين مصر وأمريكا في الفترة القادمة؟ يعني شوف، أولا بالنسبة للقضية الفلسطينية زي ما أشرت أنا ما كانتش على رادار الإدارة الأمريكية ولا على اهتمام الاتحاد الأوروبي ولا الدول الكبرى، ولكن كانوا معتبرة كأنها قضية نائمة، وبالتالي لم يكن. الآن دي نقطة تحول خطيرة في الأزمة وفي المشكلة وفي المشكلة الفلسطينية، أنه سيأتي مرة أخرى أن تكون على أولوية الأجندة الأمريكية والأجندات العالمية والأمم المتحدة وإليه، وزي ما شفنا رؤساء وزراء خارجية الدول الأوروبية راحوا فورا إلى إسرائيل، هناك قلق حقيقي على ماذا يحدث. وبالإضافة لهذا، سكرتير عام الأمم المتحدة اتصل بالرئيس السيسي، يعني هناك قلق حقيقي على مستوى دولي ماذا يحدث، ودور مصر دور محوري في هذا. وبالتالي لا يمكن لكل الدول القوى الكبرى بما فيها الولايات المتحدة أن تبتعد عن هذا. النقطة الثانية بالنسبة للعلاقات المصرية الأمريكية، كان يعني فيها مرحلة يعني بيسموها اللالي، يعني عدم تحرك في الفترة السابقة، نتيجة طبعا كان إدارة ترامب وما إليه كان لها في مواقف معينة، ولكن بدأت الإدارة الأمريكية وهي الحقيقة في حالة مش 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 طيبة جدا، لأنها الإدارة الأمريكية كان لم تحدد أولوياتها بعد، وما زالت لديها مشاكل عديدة، ولكن إدارة جو بايدن بدأت تتفهم أن الموقف في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحرك إلا من خلال القوى الرئيسية والتوازنات الحقيقية والتي تقودها مصر. وبالتالي هذه المكالمة ثم تعليق جو بايدن على التلفزيون وأنه يشكر الرئيس السيسي ويشكر مصر ويقدر دورها، كل ده يعني أنه هناك يعني تفهم عميق الآن للدور المصري ولماذا يمكن أن تلعبه مصر في المنطقة وفي إحلال الاستقرار والسلام في المنطقة. وبالتالي أنا أعتقد أنه سيكون بداية نقطة تحول في تحسن كبير في العلاقات المصرية الأمريكية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة السفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب خلونا ننتقل من وقف إطلاق النار، نروح نتابع كده جهود مصر الأخيرة فيما يخص التعامل مع أزمة فيروس كورونا، اللقاحات وآخره. النهاردة هتصل أول شحنة مواد خام لتصنيع لقاح سينوفاك بفاكسيرا، والحقيقة ده خبر هام جدا، يعني هنقرأه مع حضراتكم من اليوم السابع تحت عنوان الصحة تتسلم اليوم أول شحنة مواد خام لتصنيع لقاح سينوفاك بفاكسيرا. هتصل صباح اليوم أو الجمعة أول شحنة مواد خام لتصنيع لقاح كورونا الصيني سينوفاك للشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، على أن يتم التصنيع لسد الاحتياجات المحلية. قالت وزارة الصحة والسكان أنه الشحنة اللي هتوصل مصر هتتضمن 1400 لتر من المواد الخام النهاردة الجمعة، خاصة وخاصة دي بتصنيع لقاح سينوفاك الصيني ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا وكمان شركة سينوفاك الصينية، والمفروض انه الكمية دي هتكفي تصنيع 2 مليون جرعة من اللقاحات. فطبعا خبر مهم جدا، محتاجين ان احنا كان يبقى عندنا حلول ولقاحات مختلفة للتعامل مع العدد المواطنين اللي في مصر. هنختم مع حضراتكم اخر خبر وهننتقل بكم لموضوع تاني من الوطن خاص بالتربية والتعليم. التعليم بتعلن شروط الالتحاق برياض الاطفال والابتدائية للطلاب الجدد.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كشفت عن أبرز الشروط الخاصة بالتقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي. وضحت الوزارة أنه التقديم هيبدأ في أول يونيو المقبل وهيستمر حتى نهاية الشهر، ووضحت أنه التقديم هيكون إلكترونيا وسن القبول هو 6 سنوات. وأضافت كمان الوزارة أنه هيتاح لولي الأمر تعديل الرغبات وتحديد نوعية التعليم اللي يرغبها لابنه، ووضحت كمان أنه يجب على ولي الأمر كتابة البيانات بشكل صحيح لعدم حدوث أي تأخير في الطلب. وأكدت كمان أنه هيتم تشكيل لجان لتسليم الملفات في المدارس، وأنه هيتم إعلان نتيجة القبول من خلال موقع الوزارة، وتمثل إعلان النتيجة هي الخطوة الأولى. يعني أخبارنا كده خلصت سريعا، حاولنا ان احنا نرجز، هنروح لفاصل ولسه عندنا موضوعات مهمة، عندنا فقرة دينية عن بر الوالدين وعندنا موضوعات تانية. تابعونا. لسه مكملين حلقتنا، والحقيقة ان احنا اخترنا النهاردة موضوع اعتقد ان هو في محله واحنا محتاجين ان احنا نتكلم فيه خصوصا في الفترة دي وفي ظل الظروف الاستثنائية اللي احنا بنعيشها اللي هي طبعا ظروف فترة كورونا. كلنا كأمهات وعائلات قاعدين في البيت قلقانين على نفسنا وقلقانين طبعا على أولادنا. الأول كانوا بيخرجوا طاقة كبيرة بأن احنا ممكن ناخدهم نتمشى في مول، نعمل شوبينج، نوديهم النادي، يلعبوا رياضات مختلفة، نخرج معاهم، نتجمع، نقابل العيلة الصحاب. دلوقتي كل الكلام ده بقى ممنوع. طب في الأجازة هيعملوا ايه؟ طبعا هم هيبقوا متضايقين، هيبقوا زهقانين، عايزين ينطلقوا. هينطلقوا ازاي؟ كل ده عايزين نعرف ازاي الامهات تتعامل معاه الفتره الجايه في ظل الظروف اللي احنا موجودين وبنعيشها دلوقتي. علشان كده هنتكلم النهارده مع دكتور نور اسامه استشاري تعديل السلوك. بصبح على حضرتك. صباح الفل. طبعا الامهات مش قادره اوصف لك هيتجننوا، الولاد قاعدين في البيت طبعا اكيد الضغط عليهم زياده، اكيد الولاد زهقانين. الاول كانوا بيطلعوا الطاقه، دلوقتي ما فيش طاقه. في نقطه بقى مهمه عايزه اكلمك فيها، احنا بقينا مضطرين نسيب لهم الانترنت، بقينا مضطرين نسيب لهم التاب والموبايل يلعبوا عليه، نتصرف ازاي في الاجهزه؟ طيب خليني اقول لك بس امثله بسيطه قوي. اينشتاين كان عنده سمارت واحد، توماس اديسون هما الاثنين اتطردوا من المدرسه وفضلوا طول حياتهم قاعدين في البيت. الفكره في الاثنين ان الامهات عرفت ايه نقطه الضعف بتاع اولادهم، سواء كان اينشتاين او كان توماس اديسون، كانوا عارفين ايه المشاكل بتاعتهم وبدا يشتغلوا عليها، وعرفوا هو موهوبين في ايه، فبدا يستغل وقت فراغهم في ده. بيكاسو مامته كانت بتقول له لو انت كنت في كنيسه كنت هتبقى رئيس القساوسه، لو انت كنت في ضابط كنت زمانك بقيت وزير دفاع، بس انا بقيت فنان عشان كده بقيت بيكاسو. اوكي. فالفكره في الام ان هي تعرف ايه المشاكل بتاعت ولادها ممكن تشتغل عليه بشكل سلوكي، وايه الموهبه بتاعته عشان تقدر تستغل وقت الفراغ بتاعه. دي حته مهمه جدا. بس هي الموهبه دلوقتي بقى صعب قوي ان احنا ننميها واحنا قاعدين في البيت، مضطرين ننزل، مضطرين نروح نوديه نادي، مضطرين نروح نوديه مكان يتعلم فيه اختلاط، فنتصرف ازاي؟ يطلع موهبته دي ازاي؟ طيب هقول لك حاجه، خليني اقول بس حاجتين مهمين انت كنت بتتكلم عنهم في الاول. اللي هي التلفزيون والتابلت والحاجات دي غصب عننا. طيب لما ابني بيقعد كتير قدام التلفزيون، الماده الزرقاء بتاع التلفزيون او اللي بتعرف توصل له دي بتقلل ماده الميلين اللي في المخ، بتخلي اللي هي خاصه بالاجزاء العميقه بتاعت المخ بتاعت النوم، نوم عميق، فبتعمل له اضطراب في النوم. فاضطراب في النوم ممكن يجيله كوابيس، ممكن تجيله حاجات كتير جدا سلوكيه، فانا كده مش بنميه. طب لو ابني كان صغير شويه بيجيله حاجه اسمها خلل في المسطره العصبيه في المخ، هو بتاثر بعد كده عليه سلوكيا، ممكن اي دي اتش دي، فرط حركه، ممكن مشاكل في النطق، ممكن تلعثم في الكلام، فانا كده ما استفدتش حاجه. لا انا اوقات بحطه عشان خاطر يعني انا متخيله ان ده حاجه كويسه ليه. او البعض الاخر، انا بتكلم على اجازه، او البعض الاخر اللي بيستخدموا العنف، الزعيق. اليونسكو من كام سنه كانت عامله احصائيه بتقول ان 72% من الاطفال المصريين بيتعرضوا للايذاء البدني اللي هو الضرب، وفي 90% بيتعرضوا للايذاء النفسي، انت غبي، انت مش عارف ايه. فاحنا عندنا نقطه مهمه جدا، العنف الاسري. مش يتحكموا يا دكتور، يعني بيبقوا متعصبين او مش قادرين يسيطروا او عليهم ضغوطات كتيره، يعني بتطلع كده غصب عنهم. صح. يعني بس اقول لك حاجه، ممكن بصير. واحد من كل مثلا نقول 100، واحد من كل 100 بتاثر الكلام ده على الماده البيضاء اللي في المسار العصبي في المخ، فبعد كده لو زادت قوي ممكن تجيب له حاجه اسمها هوس اكتئابي او اكتئاب وميول انتحاريه.
يعني ممكن تعدي مع واحد ممكن دي. طبعا انا مش بتكلم على الناحيه السلوكيه اللي ممكن بعد كده تاثر فيه، لو بياخد شحنه من الضرب فبعد كده بقى طول ما هو قاعد في البيت بيضرب بيختار اخوه الاضعف منه واخد شحنه من الضرب فبيطلعها، فانا كده ما استفدتش حاجه، انا استفدت على المدى القصير. يعني ابني لو كان مش شخصيته خجوله هيبقى عنده قله ثقه بالنفس وعنده عايز يرضي رغبته بتاعه الضرب مع شخص اضعف منه. لو حد كان شخصيته الجريئه هيبدا بعد كده يتمادى في الشتايم اللي ممكن يكلم فيها او ممكن بعد كده يضرب اب او ام، ده طبعا حاجه غلط بس كنوع من انواع الاسقاط النفسي، بتضربني طب انا هاخد حقي. ما بيتعلم بقى، ما هو بيلقط، ما هو هنا عصبيه اكيد هو هيتعلم العصبيه يتعلم ازاي. طب ايه رايك يا دكتور مع بعض كده نشوف الموضوع على ارض الواقع، نروح لاسره مصريه من اللي قاعدين في البيت بسبب طبعا ظروف كورونا، نشوف هما بيتعاملوا ازاي برضو مع ولادهم وبيقضوا الاجازه ازاي. معانا ياسمين ويوسف ابنها، بصبح عليك يا ياسمين وصبحي لنا على يوسف لو كان سمعنا. وبنتكلم النهارده يا ياسمين عن الاجازه، قولي لي انتوا بتقضوا الاجازه ازاي مع كورونا، وانا عارفه ان انتوا اكيد قلقانين ومرعوبين وخايفه على اولادك. صباح الخير عليكم، صباح الخير على الكل في الاستوديو. بص طبعا احنا بقالنا كتير جدا اكتر من شهر ونص في البيت عشان خاطر الدراسه بقت اونلاين، حبسه طبعا، ما بننزلش كتير، قلقانين. الولاد طبعا قعده البيت بقت صعبه جدا جدا مع الاونلاين بقى من 8 الصبح لغايه الظهر، تمارين بسيطه قوي لو نزلنا يعني ما بتبقاش كتير. طبعا الوضع مش حلو للولاد بقى، دوشه في البيت، لعب كوره في البيت، كل حاجه بقت في البيت. طيب قولي لي يا ياسمين، لسه كنت بتكلم مع الدكتور انه انت لسه بتقولي هو لعب كوره، يعني واضح انه في ميول ان هو يلعب كوره، واكيد طبعا الاولاد بقى بيحبوا الكوره، هو بيخرج الطاقه دي في ايه؟ في الموبايل، في الايباد، في اليوتيوب، في الانترنت، ولا بتعرفي تسيطري؟ خلي يوسف بقى هو اللي يحكي لنا. صباح الفل يا يوسف، صبح لنا عليه. يوسف احكي لهم بقى، احنا بيصبحوا عليك وبيقولوا لك انت بقى بتحب ايه الهوايات بتاعتك، تحب تلعب ايه، بنعمل ايه بقى في البيت بقعدة الكورونا اللي احنا قاعدينها ديت. اول حاجة انا يعني هو لما بقعد في البيت ببقى قاعد على التاب، وساعات ببقى قاعد على البلاي ستيشن، والهواية اللي انا بفضلها بتبقى الكورة، لان انا كل شوية في البيت بقعد اشوط الكورة في البيت. مقصود الكرة في البيت. طيب ايه اكتر حاجة هو بيحبها غير الكرة؟ ادوات، حاجات، فن، رسم، قراية، كتابة، موسيقى، مواهب تانية عنده؟ لا هو يوسف هو بيتمرن اصلا كرة، وهي هوايته المفضلة تقريبا يمكن الوحيدة هي الكرة اصلا، هو الكره دي كل حياته بقى، كوره على التاب، بنتفرج على ماتشات، تحليل ماتشات، الدوري المصري، الاوروبي بقى، الانجليزي، كل حاجه. اهلاوي ولا زملكاوي يا يوسف؟ مفيش تمرين، مش بينزل كتير قوي زي الاول، فاحنا بنلعب كره في البيت. اهلاوي ولا زملكاوي يا يوسف؟ اهلاوي طبعا، يعني نادي القرن. طبعا بصوا الثقه، مين اكتر لاعب بتحبه في الدوري الانجليزي، بما ان ماما بتتكلم ان انت بتتابع على طول الدوري الانجليزي، واخبار مو صلاح ايه؟ مين اكتر لاعب بتحبه في الدوري الانجليزي؟ صلاح، عشان اول حاجه عشان هو مصري، ثانيا انا اصلا بحب اشجع ليفربول عشان يتأهلوا للشامبيونز ليج، عشان ما ينفعش ليفربول ما يتأهلوش للشامبيونز ليج، ودي حاجه ما تقلقش ليها. الله، يعني بص ثقافه كرويه قويه، متعمق جدا اصلا يعني. متعمق. طب ازاي دلوقتي بتقدري تسيطري على انك تنظمي له يوم ويا ياسمين في الاجازه؟ بيمشي ازاي اليوم وايه اللي بتعاني منه علشان الدكتور عشان برضو يقول لك؟ بص احنا ما نعتبرش اجازه يعني، هقول لك بص احنا نعتبر مش اجازه، لان احنا اوريدي بنبقى اونلاين من الساعه 8 الصبح لغايه الساعه 1:30، فهو قاعد دلوقتي ده كله مع المدرسه، بعد كده بيبقى فيه شويه بريك كده، بحاول بعد كده بقى نعمل الهوم ورك بتاع المدرسه.
طبعا بيطلعوا الروح، لان هم الولاد في السن ده مش مستوعبين ان احنا دراسه. يعني هو بياخد الاونلاين الصبح خلاص بقى ماما انا بريك، طب نذاكر حاجه نعمل حاجه، بيبقى وقت بسيط قوي، مش مستوعبين المسؤوليه برضو ان احنا شغالين البيت علشان في حاجات مهمه. بقيت اليوم بقى طبعا التاب موبايل، يعني التاب شحنه يخلص نخش على الموبايل، نشحن الموبايل نخش على التاب، وكل ده كوره، كل ده احنا في نطاق الكوره. بالليل بقى بيبقى التمرين، لو نزلنا ساعه ساعه ونص كده التمرين، بس انا قللت الوقت يعني الايام عشان خاطر الكورونا وكده، فاحنا بقى بنعمل التمرين في البيت في كل حته في الشقه بقى. بنعمل كل حاجه في البيت بالكوره، حتى واحنا بنذاكر الكوره في رجلينا يعني. طب يوسف ايه اكتر حاجه بتضايقه من قعدته في البيت؟ يعني ايه اكتر مشاكله، سواء حتى معاك يا ياسمين في قراراتك في تعاملك في قعدته في البيت زهقان، يعني يقول لنا برضو هو علشان الدكتور يديكي ويديله النصايح. يوسف قول لي بقى انت ايه اكتر حاجه مضايقك في القعده معايا؟ وايه متضايق منه من كتر الاجازه اللي احنا قاعدينها دي؟ بتقولي لي مذاكره 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 مذاكره. قولي له اعترف قد ايه مذاكره 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 مؤثره عليه، يعني قولي له اعترف. انا عارفه ان هو تحت تهديد السلاح دلوقتي قدامك، خليه يقول ايه اللي بيضايقه بصراحه. خالص لا 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 خالص. قول 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 يا يوسف ايه اكتر حاجه مضايقاك؟ كان مذاكره مذاكره والاونلاين، وعايز انزل مدرسه واشوف صحابي، في نفس الوقت مش عايز اخش، مش في نفس الوقت مش عايز اروح المدرسه، وعايز اروح التمرين. يعني في حاجات كثيره جدا مش عارف اعملها بسبب الكورونا، يعني مثلا تمرين خلاص اللي هو ايه قليل جدا، يعني بقيت اروح لو انت اصلا يعني بتخليني انزل. طبعا بقى كل شويه بقى في الاونلاين مذاكره 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 مذاكره، كل ما تعنيه الكلمه يعني. انا من مذاكره طب معذبانه قوي. واضح يا ياسمين. طب قولي لي ايه اكتر حاجه اتاثرت في شخصيته بشكل سلبي من قعدته في البيت؟ يعني انت شايفه انه هل يوسف اتغير الفتره دي السنه دي اللي قاعدينها احنا مش بنروح في حته، ما بيشوفش طبعا صحابه حتى زي الاول، واهله اكيد عيلته. طبعا بصي يا ساكت كتير قوي، وباين عليه ان هو ساكت ومتضايق ووقت طويل قوي على التاب، يا اما عصبيه جامد قوي وهو متضايق. وطب متضايق من ايه؟ انا مش عارف، بس انا متضايق. بس انا طبعا ببقى فاهمه ان هو من كتر الحبسه في البيت. حد رياضي جدا، بينزل تمرينه 3 مرات في الاسبوع، بيلعب بعد ما بيخلص تمرينه بيلعب مع صحابه. لا الحياه اتغيرت تاني يعني تماما يعني. وبعدين غير كنا بنتمرن مع تمرين الكوره، كان في تمرين سباحه، السباحه وقفت طبعا تماما، بنحاول الكوره بس، لان طبعا ما اقدرش ما ينزلش تمرين الكوره يذبحني يعني الا الكوره بس. فلا طبعا عصبيه زياده، سرحان، انده ما يردش، عايزه ايه يعني، بتضايقيني سيبيني براحتي كده، هتبقى انت والكورونا كده يعني. بشكرك يا ياسمين وشكر لنا يوسف طبعا، ويوسف الاهلاوي يعني مش اي حاجه، لان انا عارفه ان يوسف متعصب كمان للاهلي، وان شاء الله دايما فريقه يفرحه. وقولي له كده واحده واحده ان شاء الله الكورونا هتعدي وهيرجع تاني يشوف صحابه ويرجع يروح تمرين الكوره ويروح تمرين السباحه. وعايزاك يا ياسمين تركزي بقى معانا تتفرجي على بقيه الفقره، علشان دكتور نور هيقول لك النصايح على طول ازاي تتعاملي مع يوسف، وازاي يوسف يستحملك كمان. يستحملك انت والكورونا والمذاكره. ياسمين بشكرك يا حبيبتي، شكرا. مخنوق. خلينا نبدا من الاخر بقى. اوكي. سرحان، سرحان ده بنسميه تشتيت انتباه، اللي بيحصل ان انت مثلا لو اتعلمت حاجه المخ بيعمل مسار عصبي، فكل ما تحاولي تفتكريها على طول الدم بيوصل للمخ. بس تشتيت انتباه ده بسبب الحاجات الالكترونيات، اكتر من ساعتين في اليوم. طبعا اكتر من ساعتين في اليوم كلنا على فكره. لا هو بقت اكتر من ساعتين، مفيش كلام، ما هم قاعدين زهقانين. ما احنا هنقول بقى كمان شويه ايه البدايل. بس في اكتر من ساعتين بيعمل لي حاجه اسمها خلل مسارات عصبيه. خلل مسارات عصبيه في المخ، سرحان، تشتيت انتباه، هو مش مركز معاكي، المعلومه بتديها له بينساها على طول بشكل مؤقت عشان خاطر مش بتوصل المعلومه للذاكره طوله المدى. النوم مش مظبط عشان خاطر موضوع ماده مانولين. المهم ففي النهايه عشان خاطر التلفزيون الماده دي، ده بسبب السرحان. طيب النقطه الثانيه العصبيه بتاعته. العصبيه بتاعته انا بس اشوف الاول، بابا او ماما بيتعصبوا، انت والكورونا عليا يعني. بس بابا او ماما بيتعصبوا، لو بابا او ماما بيتعصبوا يبقى عنده جزء صغير كده انا ممكن اقلل بابا او ماما. طيب لو ما حدش موجود ممكن يكون متضايق، بس ده انا بخاف ان السلوك لما يتكرر اكتر من مره يبقى شخصيه.
انا النهارده سلوكي يعني سلوكي عصبي، النهارده اتعصبت، بعد كده الموضوع لو تمادى هيبقى شخصيه عندك، هتبقى صعب تغيري الشخصيه بتاعتك. فاحنا ممكن نعمل في البيت حاجه اسمها كرسي الهدوء. كرسي الهدوء هو اي حد ممكن يتنرفز في البيت بيقدر كرسي الهدوء. كرسي الهدوء ده في حته كده في الصالون، الام والاب وكل اي حد. ما هي لو ابن شاف بابا او ماما لما يتنرفزوا بيقعدوا على كرسي الهدوء عادي خالص. بس على فكره دي حقيقه، او من 10 ل 1 احنا بنقولها كده على طول، لو مع نفسك وعد من 1 ل 10 هتهدى صح بالظبط. او يخش حمام يغسل وشه، بس انا بديله السبل يعني معلش. هو ايه معلش؟ يعني انا قصدي الكلمه، بس ده بنسميها في الاخر ابتزاز عاطفي، ان هو انا خلاص خدت على السلوك ده. في الاخر ماما بتقول له طب معلش يا حبيبي، لا معلش ايه، هو اتعصب دلوقتي، ما ينفعش اصلا اتعصب. انا بتكلم في العموم يعني غصب عنه. فانا برضو بغلط اوقات لما مش بدي ابني حلول. يعني ابني عمل غلطه فعاقبته او ما عاقبتوش، اللي هو بنسميه التدليل الزايد، اللي هو ما كانش فيه عقاب او ما كانش فيه صرامه اللي ده غلط فقراره غصب عنه. فانا لازم اقول الحلول، حلو اخش حمام اغسل وشي، اعد من 10 زيرو، اقعد في بس احسن حاجه كرسي الهدوء، وخصوصا لو كان الاب والام مارسوا السلوك ده، فدي حاجه مهمه جدا هتاثر عليهم وعلى علاقتهم بالاطفال. اه طبعا. فكره بقى المذاكره، اكيد محدش فينا كان بيحب قوي جدا المذاكره، بس احنا كنا مرغمين عليه، بس احنا المفروض نقدمها بشكل شيق شويه. لو مثلا احنا نعمل حاجه اسمها ورقه المهام. ورقه المهام هي مواد اللي بحبها جدا، اللي بنجز فيها. فمثلا العربي الاول، بعد كده مش عارفه ايه، وبحط بريك بعد كل 30 دقيقه او بعد كل ساعه على حسب ابني تركيزه عامل ازاي. بدي بريك كده 5-10 دقايق، ابني يفصل، بغير مكان المذاكره. بكره في الصالون، بعده في الصاله، بعده على السفره، مش مكان معين. ونعمل مسابقات. هو الفكره انه كمان انا حاسه انه المذاكره زادت، العبء زاد سواء على الام او على الطفل. ليه؟ لانه الاول كانوا بيروحوا المدرسه وكانوا المدرسين قدامهم بيشرحوا بياخدوا يدوا معاهم بيتكلموا مع الطلاب، دلوقتي بقوا في البيت فمضطرين يذاكروا دبل. يعني بقت الام هي اللي بتتابع اكتر دلوقتي، وهي اللي قاعده جنبه، وهي اللي بتصحيه، وهي اللي بتركز اكتر في الحصه. فهي وعايزين نتكلم في دي كمان اكتر. يعني مضغوطه، وكمان يعني كلام على ام دلوقتي ايه الحاجات اللي ممكن تريحها. بس الابن هو بقى عنده حاجه اسمها الروتين القاتل، اللي هو كل يوم في البيت. وبعدين مبقاش فيه طاقه حركه. على فكره طاقه حركه دي حاجه مهمه جدا، ان انا بجري بتنطط في المدرسه، دي حاجه بتشبع رغبته، فبيكون مبسوط. يعني ده بيشغل الدوبامين اللي هو بتاع خاص بالتحفيز. فيعني بقيت قاعد على المكتب، قاعد على السرير، اي حاجه بعمل اونلاين، فده بالنسبه له حاجه ممله. فممكن لا ده مش قاعد بس، ده انا بنتي بتبقى نايمه كده على السرير وحاطه التاب وقاعده خلاص قالت لي مركزه، بس زهقت مش يعني مش لاقي حاجه تعملها. بالظبط. فتعالي نمسك دي، هو عايز ياخد الموبايل، هو عايز يتفرج على التلفزيون، هو عايز يلعب بلاي ستيشن. هنعمل لك ده في ورقه المهام. لو انت انجزت المهمه بتاعتك، لو انت عملت مثلا كذا، اللي هي المكافاه مش رشوه، مش انت لو ذاكرت كذا طب هجيب لك كذا، لا، انت لو عملت ورقه المهام اللي عليك النهارده، منها تحمل مسؤوليه نفسه. ودي هنتكلم عليها، ايه الحاجات الكتيره ممكن يعملوها عشان يخلي اليوم نستثمره كويس قوي. بس اللي هو عمل حاجات انجازات اللي عليه، وفي الاخر اديته مكافاه. المكافاه دي كان موبايل مثلا، بس بتايم معين انا بحدده. موبايله يعني فيبدا ينجز المهمه. طب لو الموبايل طول النهار معاه هيذاكر ليه؟ صح. ايه الحاجه اللي ممكن تخليه يعني انا كده كده ماسك الموبايل، انا كده كده بلعب بلاي ستيشن، فلازم احط له في ورقه المهام المكافاه اللي ممكن ياخدها لو عمل ده. برضه ممكن نعمل مسابقات، لو انت مثلا حاجه طوله المدى اخر اسبوع، لو انت هو مش صغير، فممكن اخر اسبوع مثلا اديك المكان الفلاني لو انت كنت انجزت المهمه اللي عليك. فانا قصدي ابدا نعمله كده، مفيش مشاكل. لو احنا جبنا عجله ولا بتاع أو كل يوم نزلنا طلع بس كميه طاقه حركيه، بس دي اسمها طاقه حركيه، طاقه ذهنيه وطاقه حركيه. طاقه حركيه لو ما طلعتش طلعها جري في الشارع، عمل عجله، ايا تكن، هيطلعها غصب عنه في البيت. طب لو انا قلت لك يا دكتور سريعا كده علشان نختم، ادينا الكبسوله النصايح الاخيره في نقط كده، الام تعمل ايه سريعا سريعا؟ طيب. مع الولاد املى وقت الفراغ بتاع ابنك في اليوم. ابدا مثلا شاركه، هو مثلا هيعمل شنطه تمرينه، هو اللي هيحضر الجدول بتاعه بتاع مدرسته، هيروق سريره، هيروق حتى الهدوم بتاعت البيت، هو اللي يفصل الابيض عن الملون، يحط الهدوم الوحشه اللي طلع الزباله بره، يبدا يتحمل المسؤوليه، يروق البيت مع والدته، ابدا احمله المسؤوليه بتاعت جوه البيت.
البيت بحيث ان استثمر وقت الفراغ بتاعه وابدا اشوف هو موهوب في ايه، وابدا ساعتها مثلا هو موهوب في حاجه معينه فابدا انميها وابدا ازود له حاجات التركيز اللي هي برين جيم عشان خاطر موضوع تشتيت انتباه ونص تركيز. شكرا يا دكتور ونورتنا، واكيد نصايحك مفيده، ويوسف وياسمين بقى يكونوا سمعوا ويطبقوها، واكيد مره واحده مش هتنفع نشوفك تاني اكيد ونتكلم معاك، محتاجينك كتير والله يا دكتور الفتره الجايه. شكرا دكتور نور اسامه استشاري تعديل السلوك، وفقره اكيد مهمه تهمنا كلنا علشان اطفالنا اللي قاعدين معانا في البيت. بفكركم ان احنا متابعين معاكم على مدار الحلقه، انتوا شايفين دلوقتي معانا صوره من امام مستشفى اللي فيها جثمان الراحل الفنان الكبير سمير غانم، وعايزه اقول لكم انه الفنانين بداوا يتوافدوا هناك على المستشفى، وكل محبي الراحل سمير غانم موجودين دلوقتي امام المستشفى طبعا في انتظار خروج الجثمان لتشييعه. في طبعا الجنازه هتكون في مسجد المشير بالتجمع الخامس، وانا اعتقد انها تكون جنازه مهيبه جدا، واكيد هيكون فيها عدد كبير جدا جدا من الفنانين الكبار والعظام، كل الناس من امبارح بتنعي وبتعزي طبعا الفنان الكبير سمير غانم، واعتقد كلنا مش الفنانين بس، كلنا امبارح متاثرين جدا، والحزن الحقيقه كان مالي كل مكان امبارح على السوشيال ميديا وفي الوسط الفني، وكل المصريين والعالم العربي كل الناس بتنعي الفنان سمير غانم، وكل الناس طبعا كلها حزن على رحيله. احنا متابعين معاكم على مدار الحلقه، وهنفضل زي ما انتم شايفين كمان لسه الفنان حسن الرداد على الهواء مباشره واصل للمستشفى اللي فيها جثمان الفنان سمير غانم زي ما انتم شايفين، او طبعا كل الاعلام والمواقع والكاميرات كله موجود هناك علشان يشوفوا المشهد الاخير واللحظات الاخيره في وداع الفنان الراحل سمير غانم. هنكون معاكم والصوره هتفضل مستمره معانا لاخر الحلقه لحد وصوله لمسجد المشير بالتجمع الخامس. البقاء لله وتعزينا لاسره الفنان الراحل الكبير الفنان سمير غانم، ونتمنى يا رب ربنا يتم شفاء الفنانه الجميله دلال عبد العزيز على خير، وعزائنا طبعا للفنانه الجميله دنيا سمير غانم والفنانه ايمي سمير غانم والاعلامي زميلنا رامي رضوان والفنان حسن الرداد. الحقيقه كانوا كمان الاعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد الفتره اللي فاتت بيدعمونا بالاخبار اول باول على السوشيال ميديا علشان ما يكونش في اي اشاعات عن حاله الفنان سمير غانم والفنانه دلال عبد العزيز. فقراتنا مستمرة، خليكم معانا، بعد الفاصل هيكون معاكم وفقرتنا الدينية، استنونا. دي كانت تغطية حية ومباشرة من أمام مستشفى الصفا بالمهندسين، حيث جثمان الفنان الراحل سمير غانم ربنا يرحمه ويتغمده برحمته ويصبر أهله ويلهمهم الصبر والسروان. المفروض أنه بعد قليل المفروض ينتقل جثمان الفنان الراحل الى يعني مسجد المشير، وهناك تقام الجنازه باذن الله. متابعين مع حضراتكم، ولكن خلينا نحن في الوقت الحالي ننتقل لموضوع مهم، موضوع اعتقد كلنا محتاجين ان احنا نديله شويه اهتمام، لانه الوالدين يعني هم البركه اللي احنا عايشين بيها، ولو مش عايشين معانا فلابد ان احنا يبقى علينا دور ازاي ان احنا نكمل الود والوصال، ان احنا نترحم عليهم في طرق كتيره جدا، لانه يعني بدعوتهم احنا عايشين. فخلينا نقول ونستعين كده بكلمات من كتاب الله الكريم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. فاحنا اخبارنا ايه بقى مع الاب والام؟ يعني بنودهم ولا ما بنودهمش؟ يعني لو مش بنودهم او لو في شويه خصام مزعله والدتك، يعني لازم نرفع التليفون ونكلمها على طول، ولو مزعل والدك في اي حاجه لازم نرفع المكالمه على طول، لانه ما فيهاش كلام، يعني الدنيا كلها تقف على جنب، وهنا عند الوالد والوالده نقول ستوب ونبقى تحت رجليهم كده مذلولين، لان عايشين بدعواتهم. احنا النهارده عايزين نتكلم عن بر الوالدين، سواء للي عايشين ولو مش عايشين معانا، ازاي ان احنا نبرهم في طرق واساليب مختلفه كتيره عشان ناخد ثوابها، وثوابها يعني كبير جدا، هنتكلم برضو في تفاصيله، وده من خلال يعني ضيفنا اللي دايما منورنا شيخ ابراهيم رضا، وهو عالم من علماء الازهر الشريف. شيخ ابراهيم منورنا النهارده. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك وبمشاهديك الكرام.
ربنا يكرمك ودايما منورنا. احنا في البداية يعني يمكن مش فاهمين قوي أهمية بر الوالدين، أو يمكن الشباب الصغير ما هي والدتي موجودة، والدي موجودين، وإحنا عايشين مع بعض في بيت واحد، فالدنيا تمام. عايزين مفردات بر الوالدين وأهميته لدى الإسلام. الحمد لله الذي أعزنا بالإيمان وكرمنا بالإسلام وشرفنا بالانتساب إلى نبي آخر الزمان وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بحيي حضرتك وبحيي مشاهديك الكرام في كل مكان، وخلينا وإحنا بنصبح على المشاهدين نقول لهم في ودنهم كده، خلي بالك خلي بالك لو ليك أم أو أب ما زال على قيد الحياة، إن ربنا فتح لك نافذة على الجنة مفتوحة من بيتك، بترى فيها الجنة، بترى فيها الرضا والرضوان، ومن خلال العمل الطيب مع الأب والأم بتكتسب رحمة الرب سبحانه وتعالى حينما تتدفق عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أوصانا وهو من علمنا أن أحق الناس بحسن الصحبة الأم، ثم يلي بعد ذلك الأب. الله قرر في كتابه كما تفضلت: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. كل هذه الوصايا تعلمنا أن أخطر قضية في الوجود هي قضية التوحيد والعبادة، يأتي بعدها مباشرة بر الوالدين، وكأن الله أراد أن يعلم البشرية جميعا أن طاعة الله مقرونة بطاعة الوالدين. ما ينفعش الاثنين ينفصلوا على بعض، ما ينفعش واحد مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا يعترف بأن محمدا عبده ورسوله. الدين بيؤخذ كله، وقد عاب الله على من كانوا قبلنا من الأمم أنهم كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. أما أمة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي التي لا تتعامل مع التدين بانتقاء، ولكنها تتعامل مع تلك التعاليم الدينية على أنها هي الهدف والمقصود، ومن أجل ذلك أرسل الله النبيين مبشرين ومنذرين. خلينا نقول أن لهؤلاء الآباء والأمهات لهم عدة حقوق أثناء الحياة. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أهم الحقوق الاحترام والتوقير، ودي ثقافة احنا محتاجين نعيدها للمجتمع. والأخلاق بتيجي بالتراكم. أنا شفت بعض المنابر الإعلامية يقولك إيه، تيجي نعمل دعوة للأخلاق، مش ما بتجيش كده. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لما ألاقي الأب والدي إزاي كان بيتعامل مع جدي أو مع جدتي أو بيتكلم عنهم إزاي، الحالة دي لما بتتنقل لنا جيل بعد جيل بنطلع ونحن على العهد والميثاق مع الله سبحانه وتعالى. الاحترام والتوقير، لما سيدنا عمر يجد شاب ماشي في الشارع فلقاه مسرع ووراه راجل مسن، قال له من هذا منك اللي ماشي وراك ده مين؟ قال له إنه أبي. قال له طيب ما دام هذا هو أبي وبتقولها كده يعني بصوت مرتفع، فاعلم أنك لا ينبغي لك أن تمشي أمامه، ولا أن تأكل قبل أن يأكل، ولا أن تجلس قبل أن يجلس. بدأ سيدنا عمر يقول له لا، ده أنت محتاج تفهم وتعيد النظر إزاي السلوك اليومي مع هذا الأب. ليه؟ لأن رضاه مقرون برضا الله سبحانه وتعالى. فالاحترام والتوقير والتبجيل ده مهم، لأن زي ما كنا بنتكلم أنا وحضرتك قبل الفاصل، قد يكون الأب غني مش محتاج يصرف عليه، لكن يحتاج الحنية، يحتاج الرعاية، يحتاج الاهتمام، لأنه بيتحول لطفل. حالة الشيخوخة هي أقرب ما تكون لحالة الطفولة. كل كلمة بسيطة ممكن بدون قصد، ولذلك شوف جمال التعبير الإلهي: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. حتى إظهار الضجر ولو بالنفس مش بالتلفظ حتى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. طيب احنا الأولاد لما بيكبروا بيتجوزوا بيخلفوا خلاص بيروحوا بيوتهم، احنا يعني اللي مطلوب من اي حد دلوقتي مشغول بحياته
تجاه والده ووالدته يبقى عنده كده التزام اسبوعي، هل ده ربنا قال كده ولا ما قالش؟ طيب خلينا اقول حاجه مهمه برضو وبحيي حضرتك، يعني ده انت متفائل كمان لما بنقول ان احنا بنتجوز وبنروح، لان بقى في ظاهره ان البعض دلوقتي بيحاول يبحث عن دور المسنين. خلينا نتكلم بصراحه، ودي شريحه بقت موجوده في مجتمعنا. مجرد انا ما اتجوزت وليا والدي عايش لوحده او والدتي، خلاص انا بتخلى للاسف، وده ايقاع الحياه الجديده الماديه الخشنه البعيده عن بعض العواطف اللي احنا محتاجين النهارده ان احنا نعيد لها الاعتبار. طب احنا عايزين يعني ايه روشته سريعه كده، اعمل 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 ولا تفعل روشته تفعل تفعل. سريعه جدا. اولا انا مطالب بالانفاق على هذا الاب، يعني سيدنا رسول الله يقول انت ومالك لابيك، مطالب بسداد دينه ان وجد، بالوفاء بنذره ان تعذر له ان يفي بنذره، مطالب بان انا اكون ليه سند واكون ليه عون. خلي بال حضرتك فكره الانعزال، ان انا بقعد في بيت لوحدي، هنا بيبقى بيتحول البر الى شيء او الى شيء ثقيل على النفس. زرت بابا النهاردة؟ لا. طب رحت؟ طب ما رحتش؟ طب الكلام ده. فاحنا محتاجين النهاردة نأصل لفكرة مهمة جدا، كما تدين تدان. فلو انت عايز ابنك يكرمك عند الكبر، ها، لو انت محتاج انك انت تخرج من الدنيا على افضل هيئة، فعليك ان تمد يد العون والمساعدة الى الاب، انك دايما رايح جاي عليه، بتسأل عليه، ما رحتش، تليفون على طول، انت متواصل معاه. حالة الصداقة اللي احنا محتاجين ان احنا نعيدها تاني، ان هو يبقى صاحبك، يعني انا محتاج ده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم امره. وهنا كمان رسالتي للاباء كمان، زي ما انا بحرض الولد على طاعتك، من فضلك ساعدني. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله والدا اعان ولده على بره. يعني انت حاول انك تكسب ابنك، حاول تقرب منه، حاول تساعده، لان من علامات رضا ربنا على الاسره ان هي تبقى في معيه ربنا على الهيئه التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه كما ربياني، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني نعم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا اوجزت، ويا رب ان شاء الله ما حدش يعوق والديه، وان احنا دايما نبر والدينا طالما عايشين، عايشين ببركتهم، عايشين بدعائهم، هم نور وبركه حياتنا. اوعوا يعني تفوتوا حاجه زي ديت علشان ربنا ينعم عليكم وتشوفوا ده مردوده في اولادكم، تبقى الحلقه متصله. يا رب ان شاء الله يعني تكونوا استفدتوا من الفقره الدينيه، بر الوالدين اهم الاشياء في حياتنا، يا رب نلتزم بيها. هي دي كانت يعني ملامح موضوعاتنا وفقراتنا النهارده. يا رب دايما يبقى عندنا الجديد، يبقى دايما تحت حسن ظنكم، ونحن دايما نبقى يعني ملمين بالاحداث، ودايما تلاقوا صباح البلد هو النافذه اللي دايما يعني تلاقوا فيها كل اللي بتمنوه. بشكركم شكرا جزيلا، لكم مني كل التحيه، ودمتم في امان.